إيش هو الذكاء الاصطناعي؟ إيش هو التعلم الآلي؟ التعلم الآلي هو عبارة عن خوارزميات جزء من الذكاء الاصطناعي. إحنا عندنا علم الذكاء الاصطناعي وجواه علم التعلم الآلي، والتعلم الآلي هي الخوارزميات الرياضيات اللي هي تتحسن مع التجربة. كل ما جربنا، كل ما أعطينا لها معلومات، كل ما هي اكتسبت خبرة أفضل. فإذا إحنا عندنا أمثلة، عندنا أمثلة متعددة، هذه الأمثلة ممكن نعطيها للخوارزميات بحيث إنه تقدر تعرف الفرق ما بين الأمثلة هذه والتشابهات. فإذا أنا مثلا عندي أمثلة متعددة، ممكن أعطيها للخوارزمية وتعرف كل الأمثلة هذه مثال ألف باء جيم زي بعض، ومثال واحد اثنين ثلاثة مختلفين مختلفين عن الآخرين ودولة زي بعض. فالتعلم الآلي بسيط، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا التعلم بإشراف، معناته أنه أنا عندي معلومات، عندي بيانات، أعرف أنه فيها فروقات. أنا أعرف، أنا بني آدم عندي مخ، أعرف أنه هذه البيانات في فروقات بينها، في بعضهم زي بعض والآخرين مختلفين، لكن أعطيها للخوارزمية بحيث أن هي كمان تكتشف الفروقات وتصير زي أنا. هذا هو التعلم بإشراف. بعدين عندنا التعلم بدون إشراف، اللي هو أنا عندي بيانات ما أعرف إيش الفروقات بينهم، إيش التشابهات والفروقات، فأعطيها للخوارزمية وهي تكتشف لي أنا. وبعدين عندنا التعلم عبر التعزيز. تعلم عبر التعزيز معناته أنه الخوارزمية نفسها هي تتخذ قرارات، وعلى حسب القرارات إذا خاطئة أو صائبة تتخذ خطوة إلى الأمام. ما حنتكلم على كلهم، حنتكلم على واحدة فقط، أول واحدة، لأنه في عصرنا الحالي هي الأكثر استخداماً والأسهل استخداماً. فمن الخوارزميات هذه أشهرها هي التعلم العميق، اللي هي الشبكات العصبية. هذه الشبكات العصبية ما هي صعبة، يعني الخوارزميات هذه ممكن حتى نسويها بيدنا، يعني ممكن بيدنا بورق وزائد آلة حاسبة، لكن فعلا ممكن نجريها بيدنا على الورق. طبعا عشان نستفيد منها نحتاج معلومات كبيرة، بيانات ضخمة، ما نقدر نسويها بيدنا ولا حتاخذنا سنين، فبنستعين بالحاسوب. فبس هي ما هي معقدة. إيش الغرض من العرض حقي اليوم؟ ما هي البيانات التي ممكن نبنيها في المجال حقنا؟ ما يفرق إيش مجالكم، أي مجال أنتم موجودين به ممكن تبنوا بيانات. هذه البيانات ممكن تاخذوا سؤال تبسطوه إلى أرقام، تحطوا الأرقام هذه على جدول وتعطوها للخوارزميات هذه، بحيث إنها تؤتمت العمل الروتيني حقكم، مو تستبدلنا. في بعض الناس عندهم فكرة أنه هم حيستبدلونا، الحاسوب والذكاء الاصطناعي حيستبدلنا، لا، الفكرة هي أنها تدعمنا، تشيل عننا الأعمال الروتينية. ما تفرق أنت في الطب، في الفن، في الأدب، لكل مجال ممكن تبني فيه بيانات، وهذه البيانات تعطيها لخوارزمية بحيث أنها تؤتمت العمل الروتيني. أنا حاطيكم اليوم ثلاثة أمثلة من المجال حقي اللي هو علم الأحياء. أول مثال حيكون شوية صعب، لكن حيعطيكم الفكرة إنه كيف ممكن ناخذ شيء يبان إنه هو معقد، لكنه في الواقع ممكن تبسطه إلى أرقام تعطيه للشبكة والشبكة تتعلمه. فكيف ممكن نرسم، كيف ممكن نصمم بروتينات ثلاثية الأبعاد؟ هنا إحنا عندنا مثال لجزء من بروتين مكون من أحماض أمينية. يعني أنا عشان تخصص علم الجزيئات، فأنا أعرف إنه لكل حمض أميني عنده زاويتين، وباستخدام هذه الزاويتين ممكن إني أطوي بروتين. هذا معناته إذا أنا عندي بروتين وإذا غيرت الزوايا حقته ممكن أصمم بروتينات مختلفة. فأقدر أخذ هذه المعلومات، هذه الأرقام، أبسطها إلى وأحطها في جدول، وهذا الجدول أستخدمه في شبكة عصبية. دحين هنا النقطة مهمة، لأنه الجدول مو ضروري يكون ثنائي الأبعاد، مو ضروري يكون فقط أفق وعرض، عمود وأفق، ممكن كمان يكون ثلاثي الأبعاد. فمعناته أن لكل مثال عنده بيانات معينة، والبيانات هذه ممكن تكون في
أبعاد مختلفة. الحاسوب ممكن يحسبها، حتى لو إحنا مثلا نستصعبها الحاسوب ممكن أنه يحسبها. فهذه واحدة من النتائج، أنه أخذت البيانات هذه أعطيتها لشبكة اسمها LSTM Long Short Term Memory، وقدرت أنها تصمم بروتينات. دحين هذه البروتينات بسيطة، لسه قدامها يعني مسافة عشان تصير مفيدة، لكن قدر الحاسوب يشوف أنه في أمثلة، في بيانات، في أرقام معينة فيها تشابهات معينة، وإذا أنا سألته طلع لي واحدة جديدة يقدر يقول لك أنا أحط أرقام بهذه الطريقة بهذا الترتيب أطلع بروتين. فين ممكن نستخدم هذا الموضوع؟ ممكن نستخدم هذا المنطق بأننا نصمم لقاحات. فبدل ما احنا نقعد في العمل الروتيني انه نبحث عن لقاحات، نبحث عن بروتينات في الطبيعه، فممكن احنا نقول للكمبيوتر انت صمم لي بروتين، انت صمم لي شكل بروتين معين، بحيث انه انا اقدر استثمر وقتي في الاسئله الصعبه. طيب هذا ممكن مثال شويه صعب، فهديكم مثال ثاني اخف. في ممكن تقول احياء كلاسيكيه شويه. ف احنا بشر نقدر نعرف الفروقات بين الصور. فاذا انا مثلا عندي صور لاحصنه وصور لاسود، انا بني ادم عندي مخ عندي عيون اقدر اعرف الفرق ما بين الحصان والاسد. المعلومات موجوده في الصوره، الصوره مكونه من بيكسلز والبيكسل فيها ارقام عيارات لكل الالوان اللي فيها. هذا معناته انه هذه الارقام بها علم، بها المعلومات اللي تدل على الحصان او على الاسد. فممكن ان احنا نستخدم هذا المنطق، نحطه في شبكه عصبيه، والشبكه العصبيه تصير زينا، هي كمان تقدر تعرف الفرق ما بين الحصان والاسد. فانا استخدمت هذا المنطق بس بطريقه متقدمه شويه، بحيث مو فقط اشوف الصوره وايش المحتوى حقها، لكن اعرف ايش موقع الكائن اللي انا مهتم به. فطبقت هذا الموضوع على الكائنات المجهرية خصيصا الطلائعيات. فعندنا صورة، والصورة احنا كبشر نعرف انه هنا في خلية وهنا ليس خلية، فبنحط مربع حوالين المجسم اللي احنا مهتمين به، في هذا المثال هو الخلية، ونضيف المعلومات هذه للشبكة بحيث انه الشبكة تعرف ما هو خارج المربع ليس خلية، وما هو داخل المربع، الأرقام اللي داخل المربع هذه تدل إلى اسم معين. أنا ممكن أعطيها أي اسم. في المثال حقي مثلا أنا أعطيتها اسم باراميسيوم. فالشبكة لما أعطيها أمثلة متعددة تعرف أنه جوا المربع في أرقام تدل على أنه هذه الأرقام هي باراميسيوم. فجمعت المعلومات، جمعت البيانات، هذه الصور أخذت مدة طويلة، و هذه يمكن أصعب مرحلة، الناس ما يعرفوا الموضوع هذا، هذه أصعب مرحلة في التعلم الآلي، جمع البيانات، هي تأخذ 80% من وقتنا. تدريب الشبكة هو المرحلة السهلة، لكن جمع البيانات هو الصعب. فمثلا في هذا المثال أنا اشتريت هذه الخلايا، أنا اشتريتها جات لي حية، قعدت أصورها تحت المجهر عشان حية تهرب مني، أحاول أجري وراها أصورها، يأخذ فترة طويلة. وبعد ما أصورها أحتاج أحط مربع حوالين كل خلية وأعطيها الاسم حقها. لكن بعد كده، بعد ما أعطيتها للشبكة، الشبكة تعلمت 17 نوع من الكائنات الحية، صارت تعرف إيش الفرق ما بين الطحالب، الداي أتمز، الباراميسيوم، الفولفوكس. وهنا باين أنه الشبكة العصبية لما أعطيها صورة لم تراها من قبل تعرف فين بالضبط الكائن الحي واسمه. وعشان أنا أقدر دحين أصنف هذه الصور، والفيديو عبارة عن صور متحركة، فكمان أقدر أسويها على الفيديو. فهنا إحنا عندنا مثلا كائن حي هي تقدر تصنفه في الفيديو. فتخيلوا مثلا أنه أنا عندي مجهر، هذا المجهر لما أنا أنظر عبره أقدر أعرف، المجهر يقول لي إيش الكائن الحي، إيش الكائن غير حي، مين الخلية الحية، مين الخلية ميتة، وإيش نوع الخلية. فهذه واحدة من الاستخدامات حقت الذكاء الاصطناعي، يصير بدل ما أنا أستثمر أو أصرف وقتي في أعمال روتينية، دحين الكمبيوتر هو يسويها عني، هو يشيلها عني. بدل ما كل جيل اضطر انه اعلمه كل الكائنات الحيه اشكالها
أسماءها دحين أعلم الكمبيوتر مرة واحدة ويتشال هذا الموضوع عننا إحنا. هذا مو معناته إنه يبدلنا، لكن يدعمنا، لأنه لسه في أحد يحتاج يستخدم الكمبيوتر. فهنا برضو طبقت نفس الشيء على الدود. ممكن نمسك المنطق هذا إلى مرحلة زيادة. ممكن إنه لأنه أنا برضو بشر، أنا أعرف مثلاً الدودة لها حدود، حتى لو غيرت شكلها أنا أعرف إن عندها حدود. فممكن بدل ما أستخدم مربعات أقدر أستخدم مضلعات، بحيث إنه أحد حدود الكائن الحي. وبالتالي لما أستخدم هذه المعلومات وأعطيها للشبكة، الشبكة تصير تعرف ما هو خارج المضلع هو الكائن ليس حي أو ليس كائن، وما هو داخل هذه المضلعات هذه الأرقام هي الكائن الحي حقي. في هذا المثال، في هذا المشروع، اللي حيعطيني هو عبارة عن صورة جديدة. الصورة الجديدة حتقول لي كل اللون أسود هو ليس دودة، وما هو أبيض هي الدودة حقتي. يعني ليش هذا موضوع مهم؟ لأنه دحين أنا باستخدام هذه المعلومات، باستخدام كمية البيكسلز، أقدر أعرف كتلة الكائن الحي، وزنه الحيوي، كتلته الحيوية، بدل ما أنا أضطر أجمعه وأوزنه أو أرجع المختبر وأحلل الدي إن إيه حقه، أو حتى أعمل له أفك التسلسل الوراثي حقه عشان أعرف إيش هو وكميته. دحين أقدر أعرفه بصورة. هذا النقطة مرة مهمة، لأنه الدود، خصيصاً الدود، هو متعلق بصحة التربة. فممكن إحنا نعرف ما مدى تأثير التلوث في تربة معينة، أو ما مدى صحة منطقة زراعية، بأنه نعرف نوعية الدود وكميته، مو بس فقط نوعيته لكن كمية الأنواع المختلفة في هذه التربة. ممكن نمسك الموضوع هذا إلى بعد زيادة. فكروا انه بنفس المنطق ممكن نطبقه في مجالات مختلفة. انا اديتكم 3 امثلة اليوم، اديتكم كيف احنا ممكن نصمم بروتينات عشان مثلا نستخدمها كالوقاحات، ممكن كيف نكشف كائنات حية بحيث انه نشيل مننا العمل الروتيني، كيف ممكن انه نسهل ونسرع عملية كشف صحة التربة باننا نعرف كتلة الكائنات الحية من اخذ فقط صورة. لكن هذا الموضوع ممكن ينطبق في اي مجال، انا طبقته في مجالي، انا مجال الاحياء، لكن أي مجال عندكم ممكن يطبق فيه. مثلا إذا أنت طبيب، ممكن أنك أنت تجمع هذه البيانات بحيث أنك تجمع صور سي تي سكان، ام ار اي، هيستولوجي، وتجمع البيانات حقت أمراض مختلفة. هذه أنواع السرطان كذا شكلها، هذه أنواع سرطان مختلفة، هذا الصحيح وهذا الخاطئ، هذا المرض هذا ليس المرض. وبالتالي بدل ما يكون عندك أحد قاعد بيمشي على كل المرضى والصور حقتهم والأشعاعات حقتهم، يصير أنت عندك حاسوب يشيل عنك العمل الروتيني، ويصير أنت متفرغ لعمل أعمق، أعقد، أصعب. بس هنا النقطة مهمة، مو معناته أنه إحنا حنكف عن هذا العمل، لا، الفكرة هي أنه الحاسوب داعم لنا، الحاسوب يدعم الشغل حقنا، مو يشيله عننا. يعني معناته إحنا لسه حنشتغل في نفس المجال، لكن الحاسوب يسهل علينا هذا المجال. إذا أنت مثلا في علم مضر حتى علوم، ممكن في تصميم الأزياء، ممكن أنت تشيل عنك تصميم الأزياء الروتينية بأنك تجمع بيانات، هذه الصور أو هذه التفاصيل حقت الأزياء، ممكن تبني بها بيانات، وهذه البيانات تعطيها لأحد يدرب لك هي شبكة عصبية. ممكن تستخدمها في مكافحة الإشاعات، إذا إحنا عندنا معلومات كلام كثير بيمشي فيه أو بينتشر في شبكات التواصل الاجتماعي، ممكن نجمع بيانات عشان نفرق ما بين الكلام حق الإشاعات وكلام غير الإشاعات، الكلام الصحيح، بحيث أنه بدل ما فيه واحد قاعد بيقرأ كل شوية إيش صحيح إيش خطأ إيش صحيح إيش خطأ، عندنا حاسوب يجري الأعمال الروتينية هذه. فأترككم بسؤال، إيش هي البيانات اللي ممكن تبنوها في المجال حقكم؟ شكرا. عملي كله ببلاش ومفتوح المصدر، فممكن تاخدوه وتسوي فيه اللي انتو تبغوه.